جاءت مشاركتي في هذا الاجتماع من أجل تعزيز دور منظمات المجتمع المدني. هذا الاجتماع الذي تم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة أنا لند والشبكة المصرية، حيث أن مشاركتي فيه لتبادل الخبرات والمهارات اللازمة لتطوير أداء هذه المؤسسات للوصول لأهدافها على المستوى المحلي والمستوى الوطني بشكل عام. في الحقيقة أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني. أولى هذه التحديات هي البناء المؤسسي لتلك المؤسسات وأهدافها والأعمال تقوم بها لخدمة المجتمع المحلي، هذا بالإضافة إلى الكثير من التشريعات والدعم المالي سواء كان داخلي أو خارجي، بالإضافة إلى كثير من الصعوبات التي تواجه عمل هذه المنظمات. لابد من تكاتف الجهود وعمل وبناء الشبكات والتحالفات لتخطي هذه التحديات. ونحن في مركز مساواة لتنمية المجتمع المدني في الأردن لدينا الكثير من الخبرات وقصص النجاح التي استطعنا من خلالها تطوير أداء منظمات مجتمع مدني محلية في الأردن والنهوض بمستواها للوصول إلى مؤسسات مجتمع مدني فاعلة قادرة على خدمة المجتمع المحلي وصولا للتنمية الشاملة التي تطمح هذه المؤسسات للوصول إليها، وتكون هذه المؤسسات رديفة لعمل المؤسسات الحكومية، وبالتالي تكون هي المنظم والمحرك الأساسي في عملية الإصلاح بشكل عام.